بص يا جماعة، سايب دنيا تصوروا كده وتصوروا كده. دنيا يا جماعة، دنيا يا جماعة بتعمل له سيشن كله سيشن. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتم بتشوفوا الفيديو فيه. النهارده بقى بصوا هنخربها باذن الله على الانستجرامات. لا اهم حاجه، اهم حاجه قبل ما نبدا الفيديو، الانستجرام بتاع كنان تحت في الديسكريبشن. هو يا جماعه عايز كله يعمل له فولو، لان احنا النهارده هنعمل له ايه؟ سيشن. هنعمل له سيشن، انا اللي هعمله له. هو ياد ابوك اول واحد هيصورك هيعمل لك سيشن. بصوا يا جدعان، هبدا لهم هما الاثنين في الصور، الواد وهم. انا خلاص بقى كده، انا هتركن على جنب بعد كده. ايه؟ بصوا ده ودي، هو السيشنات بعد كده لده ودي، وانا جاي خلاص بقى صوركم. جاي معاكم ضيف شرف. المهم بقى يا جماعه، قبل ما تبداوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وعايز اشكركم جدا على الدعم بتاعكم. ركزي انت معايا، عايز اشكركم جدا على الدعم بتاعكم يا جماعه. باذن الله هتلاقوا فيديوهات كتير حلوه. لعبي لعبي. بصوا يا جماعه، نايمتي؟ نايم الحمام. تهزري؟ شمي. شمي ايه؟ نايم الحمام بجد؟ حياة ربنا. ايه ده؟ طب احنا لسه ملبسنه، لسه ملبسهونه. هو لابس بامرز عادي يعني. لا توقع حته كده ولا كده في الغلط. يا بالراحه. هو بيعمل ايه؟ هات حتي ده. شخ سخنه يا عاد بجد. لا يا جماعه استنوا يا جماعه، نعمل الحمام ونصور. يا روحي ماما، يا روحي قولي بس انت عايز نعمل ايه وانا هعمل. ايوه كده كأنك بتلعبي. بس كده ده. روحي ماما. لا لا صغير او صغير او عرف عادي. عشان انت ما تنطوش. يا عم عمال يعيط. يا عم بنت يا جدعان ما بتعرفش تشيل ابنها. بص الصورة كانت عاملة ازاي. بقولها ما بعرفش اشيل ولد صغير. خايفة حلوة. بس خايفة. هي خايفة. يا روحي يا ماما، هي يا ماما، هي دي احلى شيلة من الاصل. يا ماما يا روحي ماما، يا تي هاتي يا حنان كوكي. تعب في نص التصوير. تعبت يا جماعه. كان لازم ليه؟ باخد بريك. بياخد الوجبه بتاعته. ايه بقى؟ هو انا ينفع احط له فيها ريد بول؟ صح؟ ريد بول. ريد بول. ريد بول. عشان الواد يطلع. ده امه نفسها ما بتشربش ريد بول، تديها اللي هو. احط له فيها ريد بول بريل كده. ايه لبن؟ ولبن ايه يا جدعان؟ الواد باودر ولا لبن نيد ولا مش عارف. لبن نيد ايه يا حبيبي؟ لا طبعا. امال ايه؟ لبن نيد. او لبن حلو بس برضه بودره يا جدعان، اللي بتحط عليه شويه ميه. ايه يا جدعان ده؟ جيبه كده في الزمزميه. عايز باور يعني. اما تديله البروتين بتاعك. اديله البروتين بتاع الجيم، كرياتين. ما تنزله الجيم احلى. ما هو ناوي بس يمسك كده شويه. اما عضمه ينزل. انا هنزله بعد 6 كده ولا 6 سنه كده هنزله. انا نفسي ما بنزلش في الجيم. هتنزله؟ هنزله ورلت او جولدز كمان. نفسي قوي اخلف يا جماعه 6 ويبقى عامل زي عادل امام، وهو صغير وصغير كده. هم حوالين في البحر ده. والله يعني هو في النص كده. طب ما انت هتبقي كده في ستوب. انا بنت عادي، انا ومامتهم مش هيقدروا يعملوا لي حاجه. يا لهوي بلا. وبصي بس لو كلهم يتخانقوا مع بعض وده اتدخل بيقول لك بره عنك انت يا بابا، خليك انت على جنب. هو قصدي يا عشان ما تتأذيش. Thank you.
يا حلو. لا لا خليك خليك نخش الناحيه الثانيه تمام. بالسين بالسين بس عادي حريم استني حريم قلبي كبيرة توصى مصغيمة انت بس طلعت ايدك الواد يلاوي قلبه بيتنفخ مش مكرعش كان ما خليتوش يكرع بعد الاكل على ده خ... مش هتطبق انا اسمع انت بتسمع من ظهره اه يا لهوي قويه قوي ايه ده لا دي قويه قويه قوي بسم الله الرحمن الرحيم.